تأهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية. وعلينا الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي وإعادة فتح اقتصاداتنا وحدود دولنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد. وتوجب علينا تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق للحفاظ على التقدم التنموي المحرز على مر العقود الماضية. إضافة إلى ذلك، وضع اللبنات الأساسية للنمو بشكل قوي ومستدام وشامل، ولابد لنا من العمل على إتاحة الفرص للجميع، وخاصة للمرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمع وفي سوق العمل، وذلك من خلال التعليم والتدريب وإيجاد الوظائف ودعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي وسد الفجوات الرقمية بين الأفراد. كما ينبغي علينا تهيئة الظروف لخلق اقتصاد أكثر استدامة، ولذلك قمنا بتعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون وكنهج فعال، ولتحقيق أهدافنا المتعلقة بالتغيير المناخي وضمان إيجاد أنظمة طاقة أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة. وعلينا قيادة المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة وحمايتها. وفي هذا السياق إننا ندعو إلى مكافحة التدهور الأراضي والحفاظ على الشعوب المرجانية والتنوع الحيوي، مما يعطي مؤشرا قويا على التزامنا بالحفاظ على كوكب الأرض، ولإدراكنا بأن التجارة محرك أساسي لتعافي اقتصاداتنا. فقد قمنا بإقرار مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، وبهدف جعلنا نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. لقد التقى قادة دول المجموعة 20 للمرة الأولى قبل 12 عام للأزمة المالية، وكانت النتائج خير شاهدة على المجموعة 20 هي المنتدى الأبرز للتعاون الدولي والتصدي للأزمات العالمية. واليوم نعمل مجددا لمواجهة أزمة عالمية أخرى أكثر عمقا عصفت بالإنسان والاقتصاد، وإنني على ثقة إن جهودنا المشتركة خلال قمة الرياض سوف تؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة وقرار سياسات اقتصادية اجتماعية من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم. وشكرا لكم.